منظمة وكالة تجمع المجلس اللي يلم لي شامبر ميكست الكل. صباح النور، مرحبا صباح بيك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح سير جاب اللومي وتفاعلك معنا في برنامج اكسبريسو. كما كنت اقول، اذا البارح فما لقاء انتظم، ومع اللقاء هذا معناتها كانت جملة من المقترحات تقدمت بها. سنحط الأمور في إطارها. انتم عملتوا لقاء حول القانون المالية 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة متاعه، ومن الحديث غاديك خرجت بمقترحات قدمتها لوزاره الماليه. خلينا نحط الامور في اطار ساعه باش نقعدوا دون لا ميم دون لا كونتينيتي تاع كنا نسمعوا فيه، ولو نحكينا على جانب العفو فقط من قبلك ما حكيناش على قانون الماليه الكل. أوكي. شكرا وسيم، يعطيك الصحه. فاسون احنا بالنسبه لنا احنا لو كونسي دي شامبر ميكست اللي يلم لي شامبر ميكست الكل حتيكمون، كنا مستنسين كل حد يعمل ان جورني دو لات فينونس على معناها بور ان جورني دانفورماسيون سير لات فينونس كل حد وحده. قررنا توا عندنا عامين، قررنا باش نعملوا ان جورني تلم لي شامبر ميكس كوليك، خاطر نو زافون لي ميم سوسي لي ميم معناها لي ميم بروبليم كو نو زافون افيك لا فيسكاليتي تونيزيان سي تويت. توت لي شامبر سون كونسرني بار واحد، قلنا بوركوا با نو با فير اون جورني كي تلم الناس الكل، تلم لي شامبر ميكس الكل بور بارلي دو نو دوليونس و دو نو بروبليم. فهمت هذاك علاش نخدموا فيها لو كونسي دي شامبر ميكست. باهي، والبارح كان معاكم سي يحيى الشملالي اونتر اوتر، وعمل قام بتقديم معناتها على وي البارح الافتتاح، وقع مالوريزمون سي عادل شعبان كي لو بريزيدون دو كونسي دي شامبر ميكست سون بير اي ديسيدي سي نجار سي نجار شعبان شعبان الله يرحمه. سكي في جيتي لو موديراتور دو سيت جورني لا. اي بي جيت السيد الوزير، والله السيد الوزير انا امبارح جي دوكوفير كو ميم السيد الوزير الا بيان بارلي بيان بارلي الا بيان بريزونتي لا لوا دو فينونس الا بيان بريزونتي ان بو لا سيتياسيون ايكونوميك دي بيي ولي سوسي ولي سوسي والحوايج اللي نجمو نعملوهم. اي بلاش، شنو المشاكل اللي عندنا، شنو نظرتها، شنو المشاكل اللي عندنا، وشنو الحاجات اللي نجمو نعملوها، كيفاش تشوف؟ والله انا بارلي فرونشمون للعباد الكل، انا باغي بلي بلي نو باسون معناها دي مومون ترو ديفيسيل سا سي فري، مي افيك لا فولونتي دو مش نقدموا القدام ونراو المستقبل وحده الكل، سكو الناس الكل لازم تحط اليد في اليد ونخدموا بعضنا. بيان سور يا توجور دي ساكريفيس بو بوفوار سوغتير دو 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 سيت بيريود لا، خاطر تعرف انت لا فيسكاليتي سي توجور يا توجور دي نوفو لا ريفورم فيسكال سي تون حاجه اللي ديما موجوده معناها دايما c'est un comme يقولوها la réforme c'est du contenu on peut pas parler de réforme nous sommes toujours en réforme fiscale il y a toujours d'amélioration fiscale pour bien sûr pour ben انا نقول ديما في صالح لونتربريز خاطر لونتربريز ديما مش كيما الدوله لونتربريز لازمنا نعاونوها لازمنا نقفوا معاها مش نخافوا عليها الهباي بيان سور سي امبورتون هذا اللي حاجتين بيه احنا وسيرتو سيرتو افيتيمون لا ترونسبارونس لا ترونسبارونس انتر ليدار اي لو كونتريبيابل باسكو ميتر ان كونفيونس لو كونتريبيابل وليدار لا ميم شوز افيتيمون فو انستوري سيت كونفيونس لا بور بوفوار افونسي انسومبل دون لا بون فوا. واضح. به بعد ال معناتها الحوار والتقديم اللي كان الوزيرة الماليه بون حكيت على الثقه، انت دايوغ كان موضوع منتدى دافوس السنة معناتها كيفاش اعاده الثقه معناتها اليوم يظل موضوع مهم جدا. قدمت انت بنفسك في الكلمه نتاعك في المداخله نتاعك قدمت مقترحات السيد رجب اللومي، هذوما اللي حبينا نرجع عليهم احنا اليوم في الحوار هذا.
شنو مهم المقترحات؟ والله احنا قدمنا مقترحات بليتو تكنيك الاكثريه تكنيك بار اكزومبل ما نعرفش جو بارل ان بو لا سيميتري دي ريدريسمون بار اكزومبل ان جروب دو سوسيتي يقال ان ريدريسمون انسو معناها تاخذ لامبو بالسير هذه يفوت دي دو دروتر كوتي فهمت هذوما قلنا بوركوا با لي جيفيري معناها نعمل فيهم قانون معناها يلزمنا اون ابليج دي داره مش تاخذ لامبو اللي خذته بالسير هذه تطرحه في الشركه مشير الاخرى هذوما سي سانو بوز بوكو دو بروبليم سورتو او نيفو دي دي سوسيتي دي جروب هذه حاجه من الحوايج قلنا افيتيمون باسكو تعرف فك الديكلاراسيون دومبلوير سي ان بو سي ان بو تكنيك سا نو برون انورمون دو طون ولي ريدريسمون فيسكو الكل بيجيو على حكايه دي مونتون كي نو سون با بارتو سور لي ديكلاراسيون دومبلوير سي تويت قلنا عطانا ان بون نوفيل البارح سي يحيى سي كو لا بلاتفورم تاع روتيني على سورس الفا بيانتو فار لو جور بعتيك بو قال بتاتر بريمي تريمستر 2024 وقتها on ne parle plus de déclaration d'employeur parce que وقتها تسمى بلاتفورم تاع روتيني ريسورس كل شيء تعدى على البلاتفورم هذيك هذه سي تي بون نوفيل اللي قال عليها البارح سي هشام ليلي بون بيان سور عندنا توجور مشكل تاع الكريدي دامبو عند الشركات الكريدي دامبو ديما يا accumulation de crédit d'impôt ou de la mais elle n'a pas les moyens de rembourser rapidement le ces crédits d'impôt ce qui fait qu'on a au moins si on peut compenser entre les impôts c'est-à-dire l'entreprise elle est en même temps elle subit la retenue à la source et elle opère la retenue à la source ce qui fait qu'elle a d'un côté تخلص سير لي سالير سير سير لي زونورير سيت سويت ودو لوت كوتي هي ال سي بي دارت قلنا بوركوا با نو با او ما على الاقل لامبو دو ميم ناتور معناتها تدخل وتخلص ماشي دونك كيما تي في معناها تي في ديديكتيبل تي في ريكيبيرابل معناها تي في كوليكتيف فوالا سو كي في طرحنا افيتيمون دو فير دو بيرميتر سيت كومبونساسيون كي اليج ان بو لي كريدي دامبو وخذيتو ويظهر لي حتى خذيتو اكزامبل معناتها على قلتو فوالا اي لا 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 ليكستونسيون قلتو تاع ريستيتيسيون توتال تاع الكريدي دابا فوالا هذيك افيتيمون تويك اكتيلمون كونت في ان رابور سبيسيال دو كوميسير كونت بور لي سوسيتي كي ديبوند دو دي جي او قلنا au moins à l'aqal c'est des il faut généraliser ça au niveau des DME aussi اللي عندهم علاقه بالاداره العامه للمؤسسه ولا الكبرى هذوك 100% والمتوسطه مازالت مع الناس قلنا بوربا يتندر سا للمتوسطه معناها عليها ما نعملوهاش زاده للمتوسطه ولا تحب تعملها ما تقترح انه تصير للمتوسطه بيان سور نحبوا نعملوها بيان سور افيك لو رابور دو كوميسير لو رابور سبيسيال دو كوميسير او كونت سا بيرميترا افيكتيفمون داليجي ان بو les charges financières des entreprises. واضح دونك على الاقل للمؤسسات غاتاشي تاع ان بي ام دونك تاع تبع كان دي جي ترونز انتربريز ديريكسيون واضح ماذا بينا يمشيوا للدي ام اوسي واضح به ولا اوسي ثم سيغتان كونفونسيون سيرتو تعرف احنا معناها الاكسبور نتاعنا ماشي كله والتعامل التجاري نتاعنا كله ماشي مع افريقيا. سو كيفي سما سيغتان بيي افريكان مازلنا ما عندناش معاهم كونفونسيون دو نوم دوبل امبوزيسيون. طالبين افيتيمون دو نوم دوبل امبوزيسيون. يعني اليوم فما دول كي نخدموا معاهم المؤسسه تلقاها سوبي فوالا سوبي ريسورس اون بالا دي دوير من هنا ولا فيس فيرسا. سو كيفي طلبنا افيتيمون قاعدين نخدموا عليهم اما طلبنا بور اكسيليري لي شوز بون باش باش معناتها فما دول معينه اللي بالكش معناتها اليوم نحسوا فما شيف كبير ولا معاها ومعناتها اسكو فما دول كانت تعطي دي زيكزومبل نجموا نسرعوا بالدول هذيك برشا دول سيرتو لا بارتي انجلوفون معناش قاعدين نخدموا معها برشا هما قاعدين تو يخدموا معها برشا ولا يخدموا تويك برشا توانسه كي سون مثلا عندنا دي كونفونسيون من النوع هذايا دو نون دوبل امبوزيسيون مثلا مع الكوت ديفوار مع بري فرانكوفون براتيكمون موجودين مثلا مع جنوب افريقيا جنوب افريقيا جو كروا عندنا جو كروا جنوب افريقيا فما وفد من وزاره التجاره توا غاديك باش نحكيو معاهم دايوغ في الايامات الجايه على الكوميزا فما ديزافونتاج جدد على الكوميزا ولا نحكيو فيهم مهم نشير نشجع ومن بعد تلقى ما فماش سي سا سي تري امبورتون بيان سور
وسي شعان اخر طلبنا افيتيمون تعرف هكا انت وقت تعمل يجيك ان دروس فيسكال تنجم تطلب لافي دو لا كوميسيون دو كونسيلياسيون لافي لا كوميسيون دو كونسيلياسيون اللي فاكولتاتيف اي نونجاج با لا معناتها انت تطلبوا ولكن ينجم حتى كان يعطي راي استشاري معاك معناتها الدوله ماهيش اوبليجي تطلب ولا افيتيمون ولا الدوله هو لافي بتاعها استشاري قلنا بوركوا نو با le rôle opposable à l'administration puisque c'est une commission de conciliation ou commission de conciliation متكونه في تمام من من الاداره نفسها من من جماعه الاداره معناها من وزاره الماليه براتيكمون سو كي في با دي ريزون بور نو با اتر اكزيكيتوار معناها او نيفو دو خاطر هي تو دوره استشاري معناتها مش ولا تو استشاري ولا تنجم ولا تنجم انت تعدي الملف نتاعك على اللجنه هذه وبعد يجي يقول لك انا هذا استشاري ما يلزمنيش نحبوا احنا نلزموا الاداره مش تطبق الراي هذا هذا طلبناه وزاد سا ايفيت بوكو دو دو كونفلي اي دو كونتونسيو فيسكال وسي قلنا قلنا افيتيمون بور تعرف تويك بيريود بحناش لابيسيسمون باش قاعد ماشي بالبدا وثم برشا ظروف على الاقل ثم دي ميكانيزم تاع قبل كانوا موجودين عندنا كيما لي ديغريفمون فينونسي كيما ديغريفمون سيرتو ديغريفمون فيزيك لو ديغريفمون فيزيك سي تري انتريسون معناها بيرميتر دو انتربريز دانفستير دو ديدوير ان بو معناها لو مونتون دانفستيسمون دو لاسيت امبوزابل هذا قلنا سي بور بوستي ان بو لانفستيسمون هذوما اهم التوصيات اللي قداهم احنا وطلبناها من وزاره الماليه بيان سور ثم يا بوكو دوتر شوز اوسي فما الكومبونساسيون تاع بين لامبو من نفس النوع تاع الناتور معناتها بور ابسوربي لي كريدي دامبو هذا اللي قلت عليه قبيليك وبالطبيعه دونك الديغريفمون فيزيك هذايا باش تشجع الاستثمار اللي هو طرحناه حتى احنا المره اللي فاتت معناتها اليوم ولا في ديما نطرحوا احنا الحق في كلمه جوستومون هو جوستومون هو في كلمه باش اللي تبع فينا يفهم معناتها هو موجود دونك فما العباد كي اون بينيفيسي سي سا تحكي على ديغريفمون أي. قبل كان موجود بعد نحى بعد نحى نحب نحب نرجعوه باسكو الى دوني دا سي فيروي كوميم سي امبورطون واضح كان تسمح نمشي واحنا مع فاصل قصير سيرج بلومي ونرجعوا نختموا معك في برنامج اكسبريسو بشي مواد الاخبار مواد الرياضه نرجعوا نختموا معك توت سويت ذكر رئيس غرفه التجاره والصناعه التونسيه الكنديه وعضو في المجلس اللي يجمع كل الغرف شومبر ميكست هذوما فاصل راجعين حتى للتسعة متاع الصباح حضر معنا السيد رجب اللومي رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية وعضو بتبيع في المجلس الغرف المشتركة هذه الشامبر ميكست سير جاب مرحبا بك من جديد حكينا على المقترحات بعد الندوة اللي قدمتوها البارح وحضرت فيها وزيرة المالية وحكيت لنا قبيليك امتيبو على تشخيصها للوضع وين ماشيين والمقترحات اللي قدمتوها امتوما مقترحات الحقيقة اكثر من شطرها ممكن اول مره اسمعهم معناتها فريمون مي سي فري خاطرهم ممكن مقترحات تقنيه شويه ولكن حبينا نوصلهم لانهم مهمين وفسرت لنا كل مره علاش معناتها شنو الاضافه اللي نجم نقدمها وكان نمشيو في حاجات من هذا النوع ودلاتسا كنت طرقت في 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 كلامك بيان ايفيدامون خلينا نرجعوا نحكيو شويه على العلاقات التونسيه الكنديه معناتها لانك سي نورمال تترأس غرفه التجاره والصناعه التونسيه الكنديه فما حاجه حبيت تضيفها حبيت نضيف حاجه باللي زاد طلبنا وسي لا ريفيزيون نتاع لامبوزيسيون دي بيرسون فيزيك عليه سي امبورطون باسكو تو اكتيلمون تعرف لي سوسيتي سون امبوزابل 15% و 10% تاع لي ديفيدون لي بيرسون فيزيك سون امبوزابل فورتمون معناها 35% هذا وانا بوركوا با نو با اليجي ان بو لامبوزيسيون دي بيرسون فيزيك كنزيدو نبسطو المواطن اللي يسمع فيك يعني شكون دي بيرسون فيزيك يعني الناس اللي معناها الاشخاص الطبيعيين اللي يخدموا لي سالاري الشهر كل انسان يخدم معناها باسمه الخاص ولا باسم ولا سالاري ولا حتى ميدسان بروفيسيون ليبرال سيتويت سكو بور انسيتي لي جون ا ديفينير بوكو بليس ترانسبارون
يفو اللي يجي نخسر امبريسيون فيسكال. بتجيب اكثر شفافيه بالنسبه ليك تجيبها كان بالتخفيف. بالتخفيف صح ولا خف انت الامبريسيون تاعهم، مش فو انكوراجي لي جون ا برودوير بليس ا ترافايي بليس ويصوروا بليس ويخلصوا بليس ولا فو معناها اوغمونتي ان بو لاسيت. قلنا انت في عظمى نقعدوا ماشيين كل مره كيما قبيك سي محمد فيحكي هو قال سلاح ذو حدين مثلا في عفو وجيبي ما نقعدش انا غادي نخف ونجربوا طريقه اخرى. قلنا انت نخفف معناتها اليوم العبء الجيبي باش نخلي اكثر عباد تنخرط ونكبروا دايق كل مره نقولوها نكبروا كيكا في القاعده. هذا هو بالحق هذا المقترح تاعكم. كيفاش كان التفاعل؟ كان فما تفاعل اون طون غيال ولا هانا خذينا المقترحات ولا صار تفاعل اون طون غيال؟ ماك تعرفني انا وسيم، كل عام نبعث مقترحاتي وكل عام نبعث نبعث ونكتب في الجرايد. بون الحق ما نقولش لي تو كان جو باغل دي ديز ديرنيغ زاني ولا اكثر شويه، ديما مقترحات ثم ياخذوا منهم كل مره ويزيد يدي وثم وحيد برشا تعداو في الوات فينونس. بون تقول لي انت اسكو المقترحات كل تاخذها، راه ثم شوف مهما مقترح عنده انسيدونس فيسكال كان يبا ديميني معناها للريسيت فيسكال، يقول لك انا جيب لهم مشير اخرى. فهمت معناها سي فري بور بوفوار اكيليبري يلزم واحد يقول لك احنا ليكيليبر كما قلت انت تويك ليكيليبر هو اوغمونتي لا باز معناها لاسيت سي امبورتون لاسيت، مي بور اوغمونتي لاسيت يفو دي كوراج في كل الدوله هي الكوموس مش الكونتريبيابل. كيف تبدا تخف نقص تنقص تخف الاداه خاطر واش يقول لك انا اليوم مثلا ناخذ في طن علاش تحبني ناخذ الريسك باش نوسع وممكن نوسع وما يجيونيش من جو نو كومبل ميم با لو طون اللي قاعد ندخل فيه اليوم. هذا هو والله اسمع الاكسبيرونس ادوني انا تو هيك دوبوي لي زاني 80 كو جو سوي دون سو دومين لا معناها الاكسبيرونس ادوني كو وقت نقص لامبو تطلع للروسيت فيسكال. انا ديجا الاكسبيرونس نتاع 80 مع وقت بدينا الريفورم 88 دخلنا التي في ا ودخلنا واحد الكل من نفسيت ما نقصدش او كونترير لا اوغمونتي لا روسيت سو كي في توجور افوار لو كوراج بور كومونسي لو بريمي والدوله ال دو كومونسي لو بريمي باش احنا فهمت سو كي في تفصل في الحاله هذه تقترح باش كان الدوله مطلوب من الدوله من عندك بون صاف الظروف تويك صعيبه برشا مش على تونس برك على العالم كامل الظروف معناها فريمون ايكونوميك صعيبه بكل بارتو دون الموند انتي بون بارتيكليمون تيز نو سوم ام تي بي معناها نو نوفون با بوكو دو ريسورس سي كي في كنا الريسورس نتاعنا تشوف البيجي ديتا بالريسورس الاكثريه سي فيسكال براتيكمون سي كي في ما تنجمش تعمل هكا ريفورم مي في رمزيه بشويه بشويه تعمل موارد جبائية. يعني هوني ان توكا تتوجه لل لل للجبايه اللي مسلطه على الاشخاص الطبيعيين. الطبيعيين ولا ماذا بينا هذه ان شاء الله هم وعدونا في تيمو وعدونا سبع ليزانيه في عندكم مقترح عملي خلينا نكونوا عمليين سير جبلوني مثلا من قداش تهبط ل 20 ل 12 على الاقل اوما تولي مع ايكيفالون لل 15 لمبوس للسوسيتي ولا 15 20 وحتى 20 معقوله برشا فهمت ما نجموش نجم واحده بتاتر نجمو بشويه بشويه من 35 نابطوا ل 25 نابطوا ل 20 بون سي بوسيبل. وهوني نسالك خاطر المواطن مش قاعد هو من غادي لغادي معناتها المؤسسه اللي تشغل فيه مثلا انتم ما نحكيوش على المهنه الحره فوالا هي اللي قاعد غدوه هل هذا باش يرجع زاد على البوفوار داشا نتاعو هل هذا ولا لا مش يتبدل جوست المؤسسه مش المؤسسه باش تخلص عليها اقل ولا هو يشوف شريته تزيد ولا هو شريته مش تزيد بيان سور باسكو يا موان دو روتينيا ريسورس هذا هو تزيد البوفوار داشا نتاعو يقوى دونك هذا مهم البوفوار داشا نتاعو يقوى اذا استنخدمه هذا الاقتصاد يتنعوش صحيح باش بون سمح حوايج يا باش تصرف يا باش تخبي وحكي باش تخبي هذيك سد لي باني تنجم مستعملها ولا ثم ولا بتتر اون كومونس بار اوتر شوز بالنسبه للبروفيسيون فيسك بروفيسيون ليبرال سي بيرميتر سيرتان ديديكسيون كيما لي فري دو سوا كيما لاسيرونس لاسيرونس بون لاسيرونس في ما عندها بان افونتاج مي لاسيرونس مالادي بيرميتر و بروفيسيون ليبرال دو لاسيرونس مالادي كو ميم سي امبورتون بور لوي معناها هذوما سي ديديكسيون كومين برشا حوايج معناها دي بتي هكا دي بتيت ميزور و ميزيرات بخدتو
بور اميليوري ان بو نقص لا بريسيون فيسكال. وهوني في نفس الوقت بما انك جبت عليهم اليوم فما نوع من هكا ستيغماتيزاسيون للمهن هذه الحره مثلا الطبيه، وكنا نسمعوا في برشا كلام قاعد يتقاد والله اسمع شوف جبتي ان سيجي كوميم بون سي فري راهو اسمع الطبيب اللي مريقل ويديكلاري منيح ومعقوله ما يخاف من حد شيء براتيكمون بون سي جوست خاطر هما شنو خذاو لو ريكوبمون لي ريكوبمون بين لي باز دو دوني نتاع لي كلينيك السيستيم دو فورماسيون نتاعهم باز دوني ولون كومباري افيك لي ميديسان بور كيس كي ديكلار سي لوي كي ديكلار بليز او موان مريقل ومنظم واحد الكل با بروبليم سينو بيان سور عند ميديسان براتيكمون يلقاو عنده بار اكزومبل 3 مليار دو ريكوبمون وهو مديكلار 200 مليون في العام مش معقول فهمت سي كي في بون سو ان تران دو تروفي دي سوليسيون الحق ماهوش هما سيتين كومباني دو سونسيبيليزاسيون ماهيش كومباني دو هدر بالحق باش يكون واضح مانيش ندافع على الاداره معناها لا 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 مي سيتين 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 كومباني دو سونسيبيليزاسيون بور كو لي جون برين كونسيونس ويديكلاري كابخي تو الناس الكل لازم تكون سواسيه كيما يقولوها فيزافي دي زامبو فيزافي واحد الكل سي علاش تشوف فيها سونسيبيليزاسيون هما قاعدين معناتها اليوم فما ما قاعدين مش ريدريسمون ما قاعدين يشوفوا معناتها لا ثم دي ريدريسمون موجودين دي ريدريسمون مي ريدريسمون كيما قلت لك معناها انت تلقى ريكوبمون فيه 3 مليار دولار وانت مديكلاري 200 مليون سي نورمال يتعمل لك ريدريسمون فهمت سي تاتوا دو جيستيفي ان بو باللي هما مش 3 مليار بون ثم طريقة ما حبيت تقول الجزء الاخر من الاجابه نتاعك وكانك حبيت تقول زاد الدولة توري اللي رانا نجمو نتبعو نلقاو كيفاش وكل توا افيك افيك معناها النميريك افيك الانفورماتيك لا توتي بوسيبل ما ثماش واحد توا ما عندوش يتليز با الانفورماتيك سو كي في لي زانفورماسيون راهم علاش قلت لك انا ديميني لا بريسيون فيسكال سي امبورتون راهو الدولة تنجم توا على لي مويان دو كونترولي بالنميريك الا دي مويان دو كونترولي سو كي في لا باز معناها لاسيت امبوزابل فا اوغمونتي الا لي مويان بور اوغمونتي لاسيت امبوزابل معناها بروفيسيون لي باش بروفيسيون لي باش تبع برك راه كل لي زافوكا لي سبير كونتابل لي كونتابل كل الناس كل راهم سون كونسيرني بار سيت بريز دو كونسيونس اوكي واضح هذا بعض المقترحات الاخرى وهذا موضوع نختم معك في الدقائق اللي قاعدون سيرجي بلومي على العلاقات التونسيه الكنديه اللي فوميليتي معناتها اليوم من اجلها معناتها من سنوات شفنا اللي فما خدمه كبيره صارت في السنوات الماضيه وقاعده تعطي في اوكلا اليوم مثلا على زيت الزيتون نشوفوا في الارقام كبيره معناتها بالنسبه للاسواق هذه فما برشا معناتها اوتوكا صادرات تطورت على الاسواق هذيا وخاصه هوني نحكي امريكا الشماليه بصفه عامه وهوني نحكي على كندا معناتها بالتحديد فوالا كيفاش شنو كانت تعمل لي الصوره فوتوغرافيه هكا للعلاقات معناتها اليوم بين تونس وكندا شنو نلقاو فيها يعني بوست كبار العلاقات التونسيه الكنديه جيده برشا الحق تو الحق وحتى السفيره نتاع كندا كثير السفيره نتاع كندا محاسب الامور هذه ولي اون تران دو ترافاي معناها فريمون سيريوزمون بور اميليوري ان بو لي ريلاسيون لي شونج كوميرسيو انتر لاتينيزي احنا ديجا او نيفو دو لا شامبر دو كوميرس عملنا كونفونسيون ديرنيرمون افيك لا شامبر دو كوميرس اندستري دو تونيزي اللي تراسس سي منير المخر ديجا يسلم عليك تحيه لي سي منير مؤخرا فيتيمون عملنا اون كونفونسيون دو بارتنيريا بور بارتيسيبي انسومبل دون لي مانيفيستاسيون اوسي بيان كنديان كو تينيزيان معناها عملنا مع سي بي اكس والامباساد دي كندا اوسي ودخلوا معنا حتى دوتر اورجانيزم معناها كيما لي رونو كيما التيا كما كل معناها مش نضافروا ما نعملوا خاطر ثم ثلاثة تظاهرات كبار سنة 2024 في كندا هو لوسيال دو موريال كي امبورتون معناها لو صالون دو الصناعة الغذائية اللي امبورتون تعمل السنة في كندا في موريال وعندنا اوسي لي جورني فرانكوفون كما صارت هكا نتاع اللي في جربه عم ناول سنه مش وقع في الكيبيك
زاد هذه لي جورني كوم سام انتريسون معناها بور نو سيرتو لي كوتي خاطر لي جورني فرانكوفون سا انغلوب توت لي اكتيفيتي دي فاسون جينيرال فهمت اوسي نيكمون لاليمونتير وحده وعندنا الكوليجن هذا الكوليجن سي زاد اوسي سي اون مانيفيستاسيون انترناسيونال لا بليز امبورتونت مانيفيستاسيون انترناسيونال في التكنولوجيا التكنولوجيا نحكي هذاك ذوما نو سورون بريزون في هذوما الثلاثه ان شاء الله اون 2024 يعني هوني انتم باش تنظموا بعثات رحلات مشاركات باش ننظموا امورنا باش نشاركوا فيها مثل ثلاثه الكليك مع بعض احنا سي بيكس ولامباساد دي كندا والتي ا والفيبا ونسيت فيت اون با اسيي دو سي ريغروبي انسومبل ونشاركوا بور اتر معناها بور اتر كومام ان بون ديليغاسيون دون سي تخوا مانيفيستاسيون هذوما اللي موجودين في الكندا وذوما يمثلوا امتي بو تو طبيعه العلاقات تكوني علاقاتنا اكثر على الصناعات الغذائيه فما العلاقه على الاي تي قاعدين نشوفوا احنا في برشا شركات قاعدين والله في التكنولوجيا عندنا برشا ما نتعاملوا مع الكندا برشا باسكو يا لي ستارت اب برك الله عليهم دي جون عندنا قاعدين يخدموا بالكدا ولي كندا ايزون بيزون دو سي ستارت اب لا بور بوفوار افونسي عندنا اوسي شفنا حتى في الكندا نتذكروا فما مؤسسات تخلقت بون في الكندا كيما داتا بيرفورمرز وكل توانسه اللي كانت وقتها اختاروها كاحسن ممكن ستارت اب في الذكاء الاصطناعي بون اليوم تونسي توانسه هما سوها عملوا الاكزيت نتاعهم كيما نقولوا باعوا للدولوات اظن وكل معناتها مي فوالا معناتها اليوم فما كاليتي معناتها نتاع لي زونتربرونور توانسه كو سوا اللي هما عايشين غادي او اللي منا قاعدين يسانستال ولا قاعدين يحلوا غاديك دو بلوز اون بلوز دايوغ قاعدين يمشيوا يحلوا اسمع ويزون تو لي زونكوراجمون هذا شو يقول لك شنو ليزافونتاج شنو السر تاع العباد اللي ماشيه اول حاجه اللي فينونسمون اللي تري فاسيل لاكسي او فينونسمون في الكندا اللي تري تري فاسيل انا لي ستارت اب اللي تمشي لكندا ولا بزون دو فينونسمون تلقى لي فينونسمون نيسيسير هذا سي امبورتون ومهم ياسر ولا رومارك نو زافون روماركي سا معناها ديرنيرمون حتى وقت عملنا الجورني نتاع 4 ديسمبر جاو افيتيمون دي فون دوميستيسمون وي سون بري افيتيمون دونكوراجي ان بو لي زونتربريز تينيزيان اسانستالي او كندا انا بلوزر كي جاو من الكندا اللي جاونا في 4 ديسمبر من الكندا جاو افيتيمون يا ان فون دوميستيسمون كي انتريسي و لا بريزونتي معناها toutes les pratiquement les possibilités qu'offre les fonds d'investissement aux jeunes entreprises. Et même une autre. Ou tu sais ça aussi c'est important وقت جاي لي نتاعنا تكبر في الكندا. Ça معناها تكثر الدوموند على البرودوي التونسي وهذا كل راه معناها الجالية التونسية elle a passé de 2000 personnes jusqu'à وصلنا 70,000 بيرسون معناها دي جيري تونسي هذه راهي سا بيرمي افيتيمون تكون الدوموند تكبر الدوموند على لي برودوي تينيزيان برشا دي برودوي تينيزيان تويكا يفو كو نو زارتيزان ولا نو هكا لي برودوي تيروار وكل هذوما راهم سي تري امبورتون سي تري دوموندي وكندا واضح يعني اليوم فما بوتنسيال كبير كندا عندكم باب اللي يسمعوا فينا عن طريق الغرفه اللي هي ناشطه على الاخر غير كيما قلت تو ما تشوف العلاقات اللي قاعدين معناتها تربطوا فيها وهوني معناتها كيفاش تلموا حتى دي زاكتور اوتور دو 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 لا شامبر معناتها من لي زاكتور الكبار كيما سي بيكس تيا وغيره معناتها اليوم فما غرفه تجاره صناعه تونس وكل ما خدمه كبيره قاعده تصير دونك تنجموا تكونوا انتوما لا بور دونتري للكندا اللي تنجم تسهل على سوا مؤسسات باش يعملوا ديزيكستونسيون غاديكا او للمصدرين مثلا الصناعه الغذائية زيت زيتون بوتنسيال كبير ميم سي اليوم كارتون معناتها قاعد في أمريكا الشمالية بصفة عامة معناتها إلى آخره يعطيكم الصحة أن توكا عايشك سي وسيم إن شاء الله الفرصة التعاود وإن شاء الله نزيدوا نحكيوا أكثر على العلاقات التونسية الكندية وإن شاء الله نفيدوكم بجديد اللي عندنا وان شاء الله بينتو ان شاء الله سي جاب لي زيشيونس جايين هذوما اللي سميتهم تقريبا معناتها السيال وقتاه في ماي سيال في ماي 13 15 ماي
لو 13 14 ماي الفرنكوفوني وكيف كيف لا ميم شوز دونك سي لو فرنكوفوني بريسك ورا بعضهم بعضهم ثلاثه هما ثلاثه ورا بعضهم وكلهم اونتر مي اي جوان كلهم اونتر مي وجوان مي الصناعات الغذائيه والفرنكوفوني ورا بعضهم معناتها نجم نمشيو الكوليجن والفرنكوفوني بحذا بعضهم الكوليجن خاطر واحده في واحده في تورونتو واحده في مونريال داكور اما سيال و والاخرى في كيبيك في مونريال وكيبيك اي اي كوليجن في تورونتو في تورونتو اي تفاصون normalement c'est pas les mêmes populations ma ta collège c'est plus cette technologie voilà effectivement voilà effectivement déjà on a effectivement nous avons deux délégations une délégation spéciale technologie avec les entreprises informatiques ainsi de suite mm-hmm. les développements ainsi de suite هذوما مش مشيو دونك يلقاو المعلومه على الصفحه نتاعكم ولا حاجه وي وي عندنا قاعدين في نو سوم ان تران دو بريباري ان باكيج بور سي تروا مانيفيستاسيون دونك يتبعوكم تو يلقاو المعلومات اللي حطيتهم بهم بيان ايفيدامون اليوم معناتها نحكيو حتى يتفاعلوا معنا يحكيو على البوتنسيال تاع السياحه زاده ابسوليومون وي سورتو دايوغ الفول قال لك وقتاش باش يزيدونا في لي فول يا باش تجي خطوط اخرى مثلا لا كنديه لانه يقول لك لي فول سون بريسك تول تان كومبلي هذا حسب مستمع معناتها والله الفول تاع تونيسير البي دي جي تاع تونيسير نوزا برومي افيكتيمون ماشي يولي براتيكمون دي فول ريغلي تو لي جور براتيكمون ديسي كيلك تان سي اكرول مش طبعا ما عندناش هذه التجربه قاعده تتكلم تاع مستمع تقول لك لي فول سون سوفون مش ديما مي سوفون كومبلي ما كومبلي تونيسير اللي très 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 à l'écoute ou effectivement elle est en train d'améliorer le service parce que c'est important d'améliorer le service et effectivement le nombre de vols vers le Canada et du Canada vers Tunis. شكرا لك يعطيك الصحة اللي طال فيه الكل سي جاب اللومي مش من توا من قبل البيت شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح نذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية وزاد عضو في الكونسي دي شامبر ميكس شكرا لك من الغربي في سؤال مشروع فاصل توت سويت نتلقوا معكم